ان انا اعمل للدنيا كانك تعيش ابدا، واعمل الاخره كانك تموت غدا. فالاصل في الاثنين ايه؟ انا شغال على الاثنين، ليا نيه خالصه وليا مستهدف. جانب الروحي ما انساهوش في الغربه دي، ما انساش الجانب الروحي. ليه؟ عارفين في الغربه ترفع شعار ايه؟ يوسف. طبعا احنا الحمد لله في الشتاء دلوقتي والناس متدريه والبنات متدريه الحمد لله وكله لابس وكده، فيعني كان في الصيف الدنيا محتاجه. واحد لسه بيكلمني بيقول لي اعمل ايه؟ والله انا مناش مسامح اي بنت. طبعا يرد عليه الفيمينيست بقى، انت ما تغض بصرك بقى، مش فلان، مش انت مش عارفه ايه، هو يعني هيغض هنا ولا هنا ولا هنا؟ هيعمل يروح فين يعني؟ يعني هيودي عينه فين يعني؟ ففتنه جامده عليك. انت فين؟ والله 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 الذي لا اله غيره، لولا حب من ربنا جوه قلبك ووعظ جواك وازع ديني كده يقول لك بلاش. انت يوسف يا عم. انا مش يوسف بس الله يصلح، انا اخوه. لا انت يوسف، انك بس تشيح بوجهك كده، يا علي الاولى لك والثانيه عليك، تعمل كده بس بوجهك كده، بس انت يوسف. ليه؟ اصافتها اصلها دنيا وحشه قوي جامده يعني، وسكه الحريم وحشه صراحه، ولو شغلت نفسك بيها مش هتحقق حاجه. لما ابقى في غربه احافظ على نفسي وعلى دين صلاتي. ما هو ايه اللي هيديك القوه؟ وكونوا فاكرين الدنيا واقع مادي بس، مش كده. الناس فاهمه غلط على فكره، وده اللي مخلينا واقعين في براسن النظام العالمي اللي احنا فيه دلوقتي. الموضوع مش موضوع ايه روح واشتغل وهات. صحيح الكون قايم على السببيه، لكن احنا كمسلمين لنا جانب تاني خالص مش عند الناس، لنا جانب روحاني. ما تعرفش تبقى مخنوق، اقسم يمين بالله عندك كل مسببات السعاده، مليونير وبينبوتوا منتحرين. ليه؟ عندهم الاسباب بتاعت السعاده ذات نفسها، يعني الاسباب موجوده، لكن الله عز وجل لا ينفعهم بها. انا واخد دهاب موجود في كل حاجه عندي، لكن مش مبسوط جواك، في خنقه كده، مش مرتاح. الضحك هايس مع اصحابي وبتاع كده، بس مش مرتاح. ليه؟ اصل انت فاقد الصله اللي بينك وبين الخالق، الصله اللي تخليك يا الحمد لله. يوم لما احب ادعي واقول انا على الاقل يعني على الاقل مش حاطط راسي في الارض ومطاطي قوي، لا انا ليا حال مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الغربة، احفظ على الهوية واحفظ على قلبك وصلة بينك وبين ربك. هو ده عنوانك، أنا يوسف هذا الزمان. ده الجانب الروحي، اوعى الصلاة تضيع، وتبقى أنت كده للي حواليك، ولما هيشوفوك حتى لو ما بتقولش، سمتك وفعلك هيخلي اللي حواليك يقوم. في شاب عشان نتكلم قوي عشان بس إيه والله أنا شايفاه صاحبه وجدع جدا وزي الفل. الموقف ده حصل قدامي، انا طرقه بعدي منها لازم اعدي على الطرقه ديت يعني عشان اخد المايكات والحاجه، والمسجد الناحيتي، فدخل يصلي، فطبعا الشله مش مصدقه انه بيصلي، وقفوا بره يحفلوا عليه. ساب الصلاه، هم مش مصدقين، فكله بيجيب التاني، فهو مركز مع كلامهم بقى خلاص. راجل ما صدقنا ربنا هداه وداخل كده ساب، ما حدش يقول لي والله. وانا اعرف الواد ده، حطه في اي موقف اعرف بس انه فلان موجود يشيل لك الليله، تعتمد عليه. خسار. انت بفعلك الذاتي انت هتقدر تكمل صلاتك، حتى لو ما بتقولوش صلي هو هيصلي. ده جزء. الصلاة دي أمر ما فيهوش كلام، يعني ما فيهوش بين، أقول لنفسك كده ما فيش بيني وما بين نفسي مرة سطر أو لا، نفسي هياخدها بالعزيمة. رقم اتنين، بس الجانب الروحي، محافظ على نفسي، بيني وما بين ربنا حال، قراءة حتى ولو ربع ولا حزب، حلو ما فيش مشاكل. المهم يبقى لك حال. انا اسمع اللهم بارك في بلاد كل ام، لسه اخونا سليم بيقول يعني حمل لكتاب الله وقال للشيخ فلان، قلت له الشيخ فلان؟ قال لي والله الشيخ فلان من عندنا، مش عارفه مين ركاني ومين محمد ايوب، اللهم بارك.
ده حاجه تتنسى. ما بنروح مثلا ندي محاضرات، برضو كنت اديت لشباب زيكم كده في معسكر في الجاليه اليمنيه، حاجه كده اللهم بارك يعني صراحه بتوع اليمن ان دولت يعني اول لواء ينصر الحق صراحه اللواء اليمن، قلوبهم تعشق القران. فما بيقولي بيقول لي انت حافظ، انت فين بقى من الكلام ده معايا؟ والله بص معايا جزء عام زي الفل، انا بس حمد ربنا جزء. انا عايزاك يعني تمام احفظ بس افهم المعنى ويبقى لك ده حال. رقم اتنين الجانب الثقافي. بصوا يا جماعه يعني انا كهاله مسامير انا يعني ايه موضوع التعليم بتاع النظام العالمي ده يعني حتى اولادي يقولوا لي احنا في الجامعه، قلت لهم براحتكم انجحوا براحتكم قاعدين براحتكم، لكن هو نظام عالمي احنا مطالب ان احنا يعني نبقى على مستوى. انت مين؟ والله انا المهندس فلان، انا انا المبرمج الفلاني، انا الدكتور الفلاني. يعني هو بلد شهادات على راي المصريين، يقول لك بلد شهادات او عالم عالم كله، بس مطالب انك ليه ما تسمع الكلمه ما يجي واحد غير متعلم، مع ان والله ده موجود برضه مش عايزه اقول كده عشان ما بخصهمش حقهم، يعني هو ملوش علاقه بالتعليم المتون. ولكن احفظ المتون عليه، متن القراءات، متن الحديث، متن الشعر الجاهلي، متن الشعر حاجه كده اللهم بارك قاموس علم قدامه. وبعدين قال انا بحب الفيزياء، الراجل تخصص في الفيزياء مع نفسه، بس مش كل الناس هتبقى كده، في ناس لازم يبقى فيه امتحان لازم مش عارفه يبقى فيه عشان يقدروا ينجزوا. موضوع الثقافة أنا مع التعليم الموازي، أنت ماشي في جامعتك لازم تتفوق، لازم يبقى معاك شهادة كلمة منك تتسمع عن اللي معاك إيه قلت لي؟ والله ساقط إعدادية يا شباب. يعني الكلمة بتسمع من المتعلم أو فلان أو اللي له مكانة أكتر. لكن ده جزء ماشي نظام عالمي، لكن في جزء تاني وده اللي أنا نفسي تطلعوا النهاردة بيه. التعليم الموازي، تعرف إيه عن الفلان؟ أو الموضوع الثقافي المعين، أو لو نفتح أي موضوع مهارات اجتماعية أو مهارات علم، تعرف إيه؟ لازم تعرف حاجة عن كل حاجة، وتتخصص في حاجة تبقى أنت أستاذ بروفيسور فيها. الجانب الثقافي ده جانب بيخليك لك قيمة في أي مجتمع أنت فيه. مش يقول لك يا عم ده عيل مهيز دماغه فاضية، قاعد مش عارفة بيجيب إيه وبيقول لك إيه ومهرجانات إيه يعني ملوش. لكن لا. فالجانب التعليم الموازي ده او الثقافه الموازيه دي حاجه كملت بيها ولا المفروض طول عمرك في مرحله زواج. اديني بقرا على الحريم، لازم اشوف دماغها بتفكر ازاي عشان الامصات والحاجات اللي احنا عارفينها ما لهمش مصالحه خالص، قاموس المراه اللي مالوش قاموس اصلا. لازم اقرا اتعامل ازاي في الفتره، ايوه طبيعي اتعامل ازاي واتكلم ازاي امتى كده، لما تزعل معناها ايه، ولما تفرح معناها ما هو الزعل مش معناه زعل عند المراه عشان اقول لكم، يعني معناه عكس عكس في مش له معاني تانية كتير. في جانب تاني لازم افهم فيه، مثلا جاي داخل على ابن مثلا او اعرف ايه في التربيه، يلا يا تذاكر ولا اعمل ولا احفظ زي ما لا كما ربنا لا 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 ان وجدنا أبا لا 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 خالص. ازاي التعليم بالحب والتحفيظ بالحب، ازاي يعرف الله عز وجل هو كذا. لما تيجي بنت والله 4 سنين، والموقف ده انا شفته بره بحكي لكم على حاجات واحد شافها، جه قريبها بيعلمها لعب على التاب، فبعد ما علمها قال لها شفتي بقى، شفتي ازاي بقى انا علمتك وكذا وتشان بس تعرفي. قالت له والله كاذب انت ما علمتني شيء. لا يا نهار انت لسه معلمه؟ قال له لا الله علمني، جابك انت بس سبب. 4 سنين الاب والام اللي جابوا طفل زي ديت ايه الوضع؟ لازم يكونوا فاهمين بيربوا ازاي، فده جزء. لكن احنا ما شاء الله علينا زي ما اهلنا احنا بدا لا لو الضرب يلا يطلع زي ما يطلع غلط. طيب يبقى انا عندي الجانب الروحي والجانب الثقافي، عندي الجانب التوعوي اللي خاص بيك انت بقى دونا عن الناس. الجانب انا المفروض اكون واعي في ايه؟ بقضيتي، بهويتي، بعطائي. انت ناوي تعمل ايه للدين؟ ناوي تعمل ايه لامتك؟ ناوي تقدم ايه؟ ولو تعملوا ورشة عمل وكل واحد فيكم يكتب فكرة واحدة بس هو ذات نفسه كشخص أنا قادر أعملها، هو كشخص ولو بنسبة 1%، لو جمعنا 25 يبقى أنا عندي 25% يعني ربع منجز.
اوعى تستقل ولا تستهين بفعل قد كده انت بتعمله، اوعى. الجانب الاقتصادي لازم لك صنعه، يعني احنا انا ناس من المؤمنه بالحاجات دي، لازم لك حاجه مهاره، حاجه بايدك تعرف تعملها. ناس بتعرف تصلح موبايلات، ناس بتعرف مش عارفه في سوفت وير بتاع كمبيوتر، ناس انت بتعرف تعمل ايه؟ اعرف اعمل اي حاجه. لكن تيجي لمبه مش عارفه يقول لك والله مش يعني نجيب الكهرباء، يا عم ركب اللمبه تخوض وتشوف، ما عندك النت زي ما بتفتحه على جوجل على اي حاجه، ما تفتح وتشوف. واعرف من الشباب والله 12 سنه و13 سنه زي الفل فكك الجهاز اللابتوب كله، شاشه والبتاع اللي تحت، وركبها تاني 12 و13 سنه. طبعا انا بدي امثله، انت شوف انت ممكن تعمل ايه، لكن على الاقل المهارات الحياتيه. تعالى يا محمد اعمل لنا ده، تعالى يا عبد الله اعمل لنا الحاجه الفلانيه الحنفيه، كان مش هجيب واحد عشان جلده حنفيه يعني. وده على فكرة أنا بقول أي شاب والله لو دكتور وكان وأعرف من الدكاترة، والله أعرف من الدكاترة وأساتذة الجامعة وسباك، سباك والتاني بتاع خشب أركت بيعمل البتاع لك، والتالت نجار، ما يجي مثلا حد بيتزوج وعايز غرفة نوم يقول لا أروح للدكتور فلاني هو اللي هيقدر، أنا عايزه التصميم بتاعه. مهارات، ودي صنعة الأنبياء.